إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى على قناة أخبار الفجر المغربية. اليوم إن شاء الله غادي نناقشوا موضوع اللي كيشغل العالم كامل. هناك تخوف، هناك حسرة، هناك عدة مشاكل الآن كيعيشها العالم، خاصة بعد المشاكل اللي كانت الأهم ديالها وهو كوفيد 19. الآن العالم يعيش كما ذكرت حسرة ومخاوف وتخوف. الحرب اللي كتدور رحاها بين روسيا وأوكرانيا. فلتسليط الضوء على هذا الموضوع يحضر معنا زميلنا الصحفي بقناة أخبار الفجر المغربية طارق عطاء، وهو باحث في الفلسفة السياسية اللي إن شاء الله غادي ينورنا. طريق ما نقولكش مرحبا بك لانك بين حاضرة الجريده اللي كتشتغل فيها، مرحبا بك، ولكن كما كان سارحب بك ويرحب بك المشاهدين الكرام. شكرا سي عمر شباخ، شكرا للمتتابعين قناه اخبار الفجر المغربيه. فيما يخص هذا الموضوع ديال الحرب الروسيه الاوكرانيه، ممكن اننا نجزئوه او نقسموه لخمسه او لسبعه الاقسام الاساسيه. القسم الاول لاننا نتحدثوا مع المشاهدين ديالنا ومرور الراي العام الوطني بالوضع الدولي قبل هذه الحرب الروسيه الاوكرانيه. فيما يخص النقطه الثانيه اللي هي نتكلموا على التاريخ ديال المنطقه ديال روسيا واوكرانيا، الجذور التاريخيه ديال هاد الشعوب هادي. في القسم الثالث نتكلموا على الاشكاليه السياسيه اللي كيعانيها العالم وكتعانيها تلك المنطقة اللي فيها المشكل. ثم القسم الرابع الخاص بالجانب الاقتصادي والأزمة الاقتصادية أو الحرب الاقتصادية اللي كتشنها الغرب على الروس حاليا. والقسم الخامس نخصوه للجوانب العسكرية من الناحية الإعلامية من طبيعة الحال. ثم القسم السادس نتكلموا على دور الإعلام في هذه الحرب أوكرانيا الروسية. وأخيرا ما وضع المغرب في هذا الخضم هذه المشكلة هذه. نعم طارق، إذا كما ذكرتي نمشيو للمحور الأول اللي هو كيفاش كتشوف الوضع، ولا كيفاش كنتي كتشوف الوضع قبل هذه الحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا؟ إذا تقريبا جميع المتتبعين ديال المشاكل السياسيه اللي كان كيعيشها العالم في الجانب الاقتصادي، وكذلك المشكل ديال الوباء ديال كورونا كوفيد 19، كنعرفوا ان المشكله الروسيه الاوكرانيه ليست ولده اليوم، وانما هي مشكله قديمه. كذلك كنعرفوا ان طرات مجموعه من الاحداث في هذه العشر سنوات الاخيره قبل قيام هذه الحرب. من بين هذه الاحداث لا رجع بين الذاكره، رجعت بين الوراء، غادي نشوفوا الاتفاقيات اللي دارتها الاداره ديال ترامب ديال الحزب الجمهوري الامريكي اللي كانت حاكمه الولايات المتحده الامريكيه قبل الفتره الرئاسيه مع دوله اوكرانيا. اذا هذه الاتفاقيات اللي خالفت من طبيعه الحال الاتفاقيات اللي كانت في 1989 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، الاتفاقيات اللي كانت ديال روسيا الفيدراليه او روسيا الاتحاديه مع الغرب عموما بان اوكرانيا تكون دوله محايده منزوعه السلاح وما تدخلش في الصراع الغربي او بالاحرى الصراع الامريكي الروسي. وهو الامر اللي خلى من طبيعه الحال الاداره ديال ترامب انها عكس الاتفاق مع الروس، انها دخلت ببرامج ديال التسليح ديال الاداره ديال فلوديمير زيلينسكي، وهذا احد اسباب ديال قيام هذه الحرب. كذلك كنعرفوا قبل من هذه الحرب سنه 2014 المشكله ديال ضم الروس لاقليم القارم او شبه جزيره القارم، كذلك مشاكل اخرى اللي هي التدخل الروسي في ليبيا، كذلك الانسحاب الامريكي من افغانستان اللي كان كيبان انه يعني كانت ارهاصات ديال بدايه الضعف ديال ما يسمى او ما اسميه انا بالامبراطوريه الامريكيه، واللي على ما اظن استغلوه الروس وقبل منهم الصينيين في شن ربما حسب بعض القراءات شن حرب في
بشكل اخر هي حرب وبائيه اللي هي الحرب ديال هذا المرض كوفيد 19 اللي مازال مجموعه من الاسئله في الاذهان ديال الناس ديال المثقفين مطروحه في هذا الصدر هذا. وكذلك التدخل الروسي في سوريا طبيعة الحال سوريا اللي كتعتبر كانت من بين الدول اللي كانت تابعه تحت السوفيتي بشكل او باخر. اذا عموما هذا هو الوضع الدولي قبل قيام هذه الحرب الروسيه الاوكرانيه. نعم استاذ عطاء، احنا كنعرفوا ان ملي كان الاتحاد السوفيتي كانت اوكرانيا تحت اللواء ديال هذا الاتحاد. حاليا حسينا او لاحظنا او المجتمع العالمي لاحظ ان اوكرانيا تتبرأ من الاتحاد السوفيتي دابا نقولوا او روسيا. هذا المشكل مرتبط تحديدا بالتاريخ، يعني تكلمنا على المشكله ديال ان الروس يحاولون القول بان اوكرانيا هي جزء من روسيا، وإلا مشينا للطرف الاخر فالاوكرانيين وكييف تاريخيا هي اسبق من روسيا ومن موسكو، يعني كانت كييف عاد كانت. اذا هنا هذه المشكله مرتبطه كما قلت بالتاريخ، واذا رجعنا للتاريخ القديم كنعرفوا ان لا الروس لا الاوكرانيين لا لاتفيين لا بولونيا رومانيا جميع الدول اللي كانت في ديك المنطقه هي عباره عن قبائل كتنتمي للسلاف العرق السلافي. هذا العرق السلافي هناك بعض الدراسات اللي كترجع ان هذا العرق السلافي ينتمي الى الجرمان الى الفيزيقوط الجرمانيين، وهناك دراسات اخرى كتقول بان هذا العنصر السلافي الروسي والاوكراني كينتمي للدول ديال الحضاره ديال الفايكينغ. اذا عموما ما يمكنش نتكلموا حنا من التاريخ القديم لانه كنظن انه ما غينفعش بزاف، اللي غينفع اكثر هو نعرفوا ان تاريخيا من العصر الوسيط البارتي ميديفال وفي العصر الحديث كانت اوكرانيا جزء من روسيا، سواء كنتكلموا على روسيا الوقت اللي كانت فيها روسيا القيصريه ايام حكم كاترين الثانيه كانت اوكرانيا جزء من روسيا، كذلك الوقت اللي عطاتنا دوله اخرى او اللي كتسمى الامبراطوريه الروسيه في عهد بطرس الاكبر كذلك اوكرانيا كانت جزء لا يتجزا من الامبراطوريه الروسيه. وتحديدا واللي كنركزوا عليه اللي كيركز عليه حتى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمتحدث باسم الكرملين اللي هو ان الاتحاد السوفيتي الوقت اللي كان في الاتحاد السوفيتي كانت اوكرانيا كباقي الجمهوريات اللي ضمن الاتحاد السوفيتي. وبالتالي القسم اللي كيخص التاريخ وفي الخطاب ديال بوتين كان كيتكلم على هذه المساله هذه ديال ان اوكرانيا تاريخيا من عهد بطرس الاكبر ومن عهد كاترين الثانيه ومن عهد الاتحاد السوفيتي كان جزء لا يتجزا من روسيا. اذا هذا هو. اما سي طارق انت باحث في الفلسفه السياسيه وهذا يجرني باش نسولك انه من الناحيه السياسيه هل يمكن اعتبار اوكرانيا مساله امن قومي بالنسبه لروسيا الفيدراليه؟ كنعرفوا ان العالم الراسمالي من بعد انهيار الاتحاد السوفيتي سنه 1989 بدينا كنتكلموا على مساله ديال الاحاديه القطبيه. من طبيعه الحال هناك مصالح جيوستراتيجيه عند الدول العظمى، الدول 5+1 اللي منها روسيا. روسيا على حسب قراءتي انا تقريبا سياسيا كتستعد لهذه الحرب هذه زهاء تقريبا 20 سنه او 22 سنه، ولكن حسب تصريحات ديال الرئيس فلاديمير بوتين ان هذه الحرب كان استعداد لها تقريبا 30 سنه. إذا بالنسبة للروس وكما قلت سابقا أن أوكرانيا كان جزء من الاتحاد السوفيتي، وبالتالي بالنسبة لروسيا سياسيا حساباتها السياسية ما يمكنش القوة عظمى اللي رئيسها الاتحاد السوفيتي أنها تسمح ما يسمى التمدد ديال الحلف الناتو والتمدد ديال البنية التحتية ديال الحلف الناتو وديال الاقتصاد الرأسمالي داخل أوكرانيا وداخل الحدود الأوكرانية اللي ما بعيدتش على موسكو، يعني البعد ديالها ما كيفوتش 400 كيلومتر. بالتالي بالنسبه لبوتين وبالنسبه لروسيا ان اوكرانيا هي مساله امن قومي، امن قومي من طبيعه الحال باش
تحمي المصالح ديالها الجيوسياسية والاقتصادية. إذا لا خدينا يعني باختصار جميع السياسيين المؤثرين في الدولة الروسية، سواء ديمتري ميدفيد الرئيس اللي كان من وراء الاتحاد معمور انتهار الانهيار الاتحاد السوفيتي اللي قدم استقالة ديالو يا بوريس يونسون، كاملين هاد الناس هادو كانوا كانت المصالح السياسية ديال الروس كتقتصر على انها تخلق واحد العلاقة ديال التوازن مع الغرب على اساس ان اوكرانيا تكون دولة محايدة في هذا المشكل، المشكل اللي هو قديم تاريخي بين الغرب وبين الروس. من ناحية سياسية كذلك الغرب دائما ما كان يحاول انه يفرض واحد الطوق على روسيا من اجل مصالحه الاقتصادية اساسا، نهضروا على الاقتصاد السياسي. من ناحية الاقتصاد السياسي دائما الغرب كان يحاول يعني تطويع روسيا من اجل الفرض ما اللي كنسميوه حنايا يفرض الشروط ديالو على الروس، انه يضم دول اللي كانت كتنتمي سابقا للاتحاد السوفيتي. دونك القراءه السياسيه والمشهد السياسي عموما هو هذا المشهد السياسي اللي كيدور فيه. اذا هذا يجرنا على الحديث على الحصار الاقتصادي اللي كيمارسو الغرب حاليا على روسيا. واش هناك تأثير على الاقتصاد الروسي خاصة؟ كاين تأثير على الاقتصاد العالمي ككل وليس فقط الروسي. كنعرفوا أن من بعد انهيار الاتحاد السوفيتي دائما كنرجع لهذه المسألة هذه، أن الاقتصاد العالمي ولا اقتصاد أحادي، اقتصاد الرأسمالي اللي كتسيطر على الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي كقطب اقتصادي قوي اللي كيسيطر على الاقتصاد العالمي، كيسيطر على البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، كيسيطر على المؤسسات الماليه الكبرى، الابناك، النظام ديال سويفت. اذا امريكا بالنسبه ليها هاد المشكله الاوكرانيه الروسيه او هاد الحرب هذا اختار الغرب. طبعا هذا الاختيار ما جاش فجائي، يعني هذا كان مدروس من قبل، ان يشنوا حرب اقتصاديه عوض ان يدخلوا في مواجهه مباشره مع الروس، لان اي مواجهه مباشره كتعني قيام حرب عالميه ثالثه او قيام ما يسمى بحرب نوويه. اذا الامريكيين اختاروا، وكما اختاروا الروس انهم اختاروا هذه اللحظه المناسبه ديال الحكم ديال الفتره ديال الحكم ديال الحزب الديمقراطي برئاسه بايدن، كذلك الامريكيين الفرنسيين الالمانيين البريطانيين عموما حلف الناتو اختار ان يدخل في مواجهه اخرى اللي هي مواجهه اقتصاديه مع الروس. السؤال المطروح هنا، هل الروس غير مستعدين لهذه الحرب الاقتصاديه؟ كنظن ان الروس مستعدين، وكنشوفوا هذا الاستعداد بان لينا في ان التحول ديال الروس من الاقتصاد المالي وتبعيه الدولار الى اقتصاد رقمي البيتكوين والعملات المشفره، كذلك تبويض الاموال في الامارات العربيه المتحده، كذلك الضغط الهائل ديال ما يسمى مصادر الطاقه خصوصا ديال الغاز المسال اللي كيمشي لاوروبا وتحديدا المانيا. اذا الروس على ما يبدو انهم كانوا مستعدين جيدا لهذه الحرب الاقتصاديه عكس ما يروج في الاعلان الغربي. نعم استاذ طارق، بسبتكم باحث في الفلسفه السياسيه اكيد تتبع السير ديال المعارك الحالية الحربية بين الروس وأوكران في ظل التطور الحاصل وجلب بعض الأطراف من خارج. هو حقيقة لست متخصصا في الجانب العسكري، ولكن غنتكلموا على الجانب العسكري من الناحية الإعلامية. من الناحية الإعلامية من طبيعة الحال اللي كيبان لنا في قنوات الأخبار أن هناك حرب غير متكافئة، وحسب بعض القراءات اللي درتها انا شخصيا كيبان ان روسيا عندها ثلاثه ديال الاقسام من الجيش. عندها ما يسمى الجيش الروسي الفيدرالي اللي هو اللي مشارك في هذه الحرب واللي هو اللي شارك في الحرب ديال سوريا، وكذلك عندها المستوى الثاني من الجيش اللي هو كتسمى القوات الخاصه الروسيه، ثم القسم الثالث اللي ما مشاركش نهائيا في الحرب اللي هو كتسمى القوات الدفاع الاستراتيجي، اللي هي هاد القوات هاد المستوى الثاني والثالث اللي معد لمواجهه حلف الناتو. اما
يعني الا خدينا الدليل ديال هذا الكلام اللي كنقول هو من العنوان ديال الحرب الروسيه على اوكرانيا، ان الرئيس بوتين قال لك بان هذا فقط عمليات خاصه لمسانده دونباس اقليم دونيتسك وليس حرب بمعنى الحرب. وكذلك لما مشينا للارض، على الارض غادي نلقاو فعلا ان ما كاينش حرب بمعنى الكلاسيكي جيش مقابل جيش، وانما عندنا جيش روسي داخل التراب الاوكراني مقابل ان الجيش الاوكراني اختار واحد التكتيك اخر اللي هو حرب المدن، يعني تخلى على دبابات، تخلى على المدرعات، على المسائل الاخرى ودخل للمدن تكتيك اخر، لانه كذلك الاسلحه اللي كيستعمل كنعرفوا بحال الصواريخ ديال ستيلا وديال ستينجر اللي هي صواريخ مضاد للطائرات، سواء الطائرات الهليكوبتر او الطائرات النفاثه اللي كطير على علو منخفض، ثم صواريخ ديال الجافلين اللي هي مضاده للدروع، مضاده للتي 90، يعني الدبابات الروسيه اللي هي اقوى الدبابات الموجوده في العالم. اذا هذه التكتيكات، وهذا اللي كيفسر مثلا داك الزحف ديال القوات الروسيه وداك الفيالق الروسيه بواحد السرعه، ولكن انها فجاه كتحبس حدا مثل المدن بحال كييف بحال خاركيف بحال المدن كتحبس حداها وما كتقدرش انها تدخل في هذه المواجهات. بعض الخبراء العسكريين كيتكلموا على ان كان بامكان القوات الاوكرانيه الجيش الاوكراني انها تدمر مجموعه من الفيالق الروسيه داخل الغابات اللي قريبه من كييف، ولكن في قراءات ديال العسكريين كيقول لك انهم ربما يتريثوا انهم كيفضلوا يتقاتلوا داخل مدينه كييف والمدن انهم يتقاتلوا خارج هذه المدن. من ناحيه اخرى كنعرفوا ان الروس ما استخدموش الترسانه العسكريه ديالهم التقنيه بشكل كبير، فقط كنهضروا على صواريخ ديال الكاليبر وصواريخ مجنحه فرد صوتيه، كنتكلموا على مجموعه ديال المنظومه ديال الدفاع الجوي الاس 300، لا اظن انهم استخدموا الاس 400. كذلك على مستوى الطائرات يلاه استخدموا سوخوي والميغ 22 23، يعني السؤال هنا اين هي الميغ والسوخوي 35 المتطوره من الجيل الخامس، واين هو السلاح الجو الفضائي الروسي من هذه الحرب اللي بامكانه انه يدمر اقمار صناعيه لانها كتجسس على القوات الروسيه. كذلك في النقطه الاخيره اللي باش ما نطولش، المشكله ديال التجنيد ديال الاوكرانيين، او في الحقيقه التجنيد ديال الغرب، مجموعه من مقاتلين من خارج اوكرانيا باش يشاركوا في هذه الحرب، نفس السياسه اللي كتستعملها روسيا، تجنيد مرتزقه من سوريا، وكذلك استعمال جنود اللي هما ديال الشيشان وجنود ربما بيلاروسيين لا اعلم، ولكن السؤال انا اللي كانت بيلاروسيا فتحت الاجواء وفتحت البر باش تدخل القوات الروسيه، لماذا لا تساند بالجنود؟ اذا هذا عموما فيما يخص الجانب العسكري. نعم طارق، دابا بغيت تخلع القبعه ديال الباحث بالنسبة السياسية وتلبس القبعة ديال الإعلامي والصحفي بجريدة وقناة أخبار الفجر المغربية، تقول لنا بكل موضوعية واش الإعلام موضوعي في نقل الأخبار ديال هاد الحرب، لأن كل مرة كنشوفوا جانب على جانب، من نصدق طارق؟ قناة أخبار الفجر المغربية معروفة عند المشاهدين، معروفة عند الناس أنها قناة محايدة لدرجة أننا كنحاولوا نقلوا ما أمكن نقلوا الخبر بموضوعية. فيما يخص المشكل الإعلامي، من الواضح أن هناك تسييس للمجال الإعلامي، أن القنوات الناقلة لهذه المشكلة أو الحرب الروسية الأوكرانية هناك ربما يمكن نقسموها لقسمين أو شطرين متناقضين، قسم خاص بالإعلام الغربي اللي كتبع له البي بي سي، واشنطن بوست، دايلي مايل، الريبوبليكا ديال ايطاليا، لو فيغارو، الباريزيان الى اخره، الجرائد كذلك ديال هاارتس، هي ديال روج احرانوت، ديال كاين الصهيوني، كلها والجزيره كذلك ديال قطر اللي كتحاول تروج الاعلام الغربي والفكره الغربيه اللي كتساند من طبيعه الحال كتساند بشكل او باخر تساند وتساند الجيش الاوكراني في الحرب ديالو. ومن جهه مناقضه شفنا الاعلان الروسي
لا دخلنا دابا لا دخل المتتبع مثلا القناه الار تي غتلقى واحد الجمله مكتوبه ان تشن واحد الهجوم سيبراني تيتشن على القناه ديال الار تي وعلى مجموعه من القنوات المنطوقه مسموعه مكتوبه بالعربيه وبلغات اخرى فرنسيه اللي كتحاول انها تروج لما يسمى الاعلام الحربي ولا الفكره ديال الروس في هذه المنطقه. اذا هنا حنا كما كيقولوا بالالمانيه سكيلا اور شرايبت كما كنقولوا حنا بالعربي كالبيداء من النار. حنا امام جوج خيارات احلاهما مور خصنا نتبعوا الاعلام ولكن وسط هذا التناقض كاينه الحقيقه. مثلا لمشينا للفكره ديال الفيديو المشهور ديال الدبابه اللي في كييف دهست ديك السياره من وراها بنهار بيوم واحد كان المندوب ديال روسيا في الامم المتحده قال بان الروس قوه روسيه ما عندهاش داك النوع من الدبابات. هذاك النوع من الدبابات هو عباره عن سلاح ديال الدفاع الجوي كتمتلكو حلف الناتو وكتمتلكو اوكرانيا. واتهم المخابرات الاوكرانيه انها هي اللي فبركت هذه المساله هذه. كذلك لمشينا للمساله ديال قصف المفاعلات النوويه تشيرنوبيل والمفاعل زاراكوفا اكبر مفاعل نووي في اوروبا. كذلك السؤال هنا المطروح من المستفيد من القصف؟ اليس هم الاوكرانيين؟ لان معنيه القصف معنيته فرض مجموعه من الشروط ومجموعه من الضغوطات والحزم الاقتصاديه على الروس. يعني الى الروس كانوا مستفدين ما كيبانليش مستفدين نهائيا الروس من قصف هذه المفاعلات النوويه. كذلك المساله اللي كنتصنتوا لها في الاعلان اخيرا هي المساله ديال الحرب البيولوجيه. الحرب البيولوجيه واتهامات اللي ليست جديده. هي اتهامات اللي لاحظنا مني كانت الترقيه ديال الصحافه ما يسمى الثوره السوريه والتدخل الروسي في ميناء ديال اللاذقيه وديال ما يسمى الطرطوق. وكذلك لهذ الحرب البيولوجيه اللي بتعد التدخل الروسي في سوريا كانت اتهامات لاحظنا بينات الولايات المتحده وبينات امريكا في هذا الصدد هذاك. اليوم نشهد نفس الشيء. لا اقول بان التاريخ يعيد نفسه ولكن نفس الشيء هناك حرب اعلاميه ان الروس اتهموا الامريكيين ان كانت لهم برامج لتطوير اسلحه بيولوجيه داخل اوكرانيا. الاوكرانيين الامريكيين نفوا. وكذلك امريكا حاليا الناطق باسم بيتاغور وزير الدفاع الامريكيه كيحاول يروج بان الروس سيعمدون الى استخدام هذه الاسلحه البيولوجيه. من نصدق هل هذا الطرف او هذا الطرف؟ سؤال يبقى سؤال معلق. نعم انا غادي نرجع لك القبعه ديال الباحث السياسه السياسيه وباختصار شديد هل هناك تاثير على المغرب من خلال ما يقع؟ ربما هناك أجوبة كثيرة. من بين هذه الأجوبة أن التأثير إذا كان ديال الحرب يكون في العالم ككل، ولكن كنظن أن بوتين جاوب على واحد الشق من هذه المسألة. قال لك بأن هذا الارتفاع المهول والتضخم المستوى الاقتصادي اللي كاين في العالم فقط هو استغلال من الأنظمة السياسية الرأسمالية للبلادة ديال الشعوب ديالها، وان الروس مازال الى حدود الساعه مازالت روسيا تضخ طاقه في اوروبا وخصوصا الغاز الطبيعي مازال تدخل بنفس الكميات اللي كانت كتضخو. اذا ربما تحدثوا على هذه الازمه الاقتصاديه من بعد، ولكن اللي كيتحدث عليها حاليا راه هناك كما كنقولوا تسييس لهذه القضيه هذه داخليا، يعني في الدول داخليا. يعني انا كنتكلم على المغرب كان عنده مشاكل، وهاد المشاكل اللي حنا بانت لينا انطلاقا من سنه 2010 الحكومه ديال عبد الاله بن كيران كان اتجاه سنه 2013 لضرب صندوق المقاصه، وهو اللي كيفسر لنا السبب ديال الغلاء ديال الاسعار ديال كل شيء ديال جميع المواد الاساسيه بما فيها البترول، وكذلك مشكل ديال صندوق التقاعد والمشكل ديال التعاقد ديال الاساتذه المتعاقدين. هاد المشاكل كاملة بالإضافة للتحرير ديال الدرهم، عملية تحرير ديال الدرهم، هي مشاكل كاملة ربما كان عندها واحد التراكم. التراكم جاء مع الحكومة ديال الجديدة ديال اللي كاينة دابا حاليا ديال الأحرار، اللي
كتحاول انها تطبق الرؤيه الاستراتيجيه 2025 2035. ما عرفناش هذه الرؤيه الاستراتيجيه شنو الهدف من هذه القراءه ان كاين املاءات ديال البنك الدولي ومن طبيعه الحال لا ديريكتريس اللي هي المديره ديال البنك الدولي زارت المغرب مرارا وتكرارا وفرضت عليه هذه الشروط اللي سواء الحكومه ديال بن كيران او الحكومه ديال سي عز اخنوش كتطبق الاملاءات ديال البنك الدولي بالحدافير ديالها غير مكترثة نهائيا بالمشاكل اللي كيعاني بها المواطن المغربي. اخر نقطه ممكن نختم بها هذا التاثير على المغرب هي المغرب هو صديق المملكه العربيه السعوديه والامارات العربيه المتحده. كنعرفوا ان المستفيد اقتصاديا في هذه الحرب غادي تكون هي دول الخليج، لان ارتفاع ديال اسعار ديال البترول وديال البرميل ديال البترول مباشره غيساعد في انتعاش الاقتصادات ديال هاد الدول. السؤال المطروح، المغرب ما علاقه المغرب بروسيا واوكرانيا من غير انه يستورد منهم القمح؟ اذا المغرب الا كان عنده في علاقات جيده مع الامارات ومع السعوديه بالعكس الاقتصاد المغربي خصو يمشي لواحد الجانب اللي هو ايجابي، خص الحلول ماشي ان تزيد تفرض ضرائب اكثر على المواطنين ويتزاد التضخم من ناحيه، بالعكس خصنا نشوفوا واحد الانفراجه من الناحيه الاقتصاديه. كتبقى هذه وجهه نظري كباحث، دائما كنحاول نشوف الامور احنا في قناه الاخبار الفجر المغربيه من مجموعه من الزوايا باش نحاولوا نلقاو يعني اجابات، كتبقى اجابات نسبيه من طبيعه الحال. إذا متابعينا الكرام شكرا لكم على المتابعة، كنا معكم في هذه الفقرة ولو بسيطة لتحليل ما يقع في الحرب بين روسيا وأوكرانيا. كان معكم عمر شباق وأستاذ الباحث في الفلسفة السياسية والإعلامي بقناة أخبار فجر المغربية طارق عطا، وكان معنا في التصوير المصور الشاب المخرج مهدي القشيري. إلى اللقاء في فقرة أخرى.